دلوقتي بقى اهداف الاهلي مواليد 2008 وفوز كبير على عرب الحصن بسبع اهداف. نشوف الاهداف ونرجع لحضراتكم مره دي كانت اهداف النادي الاهلي مواليد 2008 في مهرجان براعي منطقه القاهره اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بسبعيه. وعايز اقول لحضراتكم برضو اللي احرز الاهداف بلال عطيه هدفين، وعمر هشاش هدف، عمر كمال هدف، عمر عاطف سيف الطويل وبشيري ايضا هدف. كل التوفيق لفريق 2008، لان ما شاء الله النادي الاهلي عندنا مواهب كبيره جدا في فريق 2008.